الحكايه بدات مع ازاي اصنع الورق ده من زمان قوي، يعني من قبل ما ادرب عليه. انا بدرب عليه دلوقتي اكتر من 16 سنه، لان انا بدات ان انا الحرفه بقيت اعرفها بشكل كويس، احول المخلفات الزراعيه بشكل عام لورق بكل اشكاله، وبقت حكايتي ان انا اطلع احسن ورق باي مخلف زراعي. ركزت على قش الرز على اساس ان هو بيتحرق وهو مش مفروض يتحرق، خساره بيئيه ان احنا بنلوث البيئه، وخساره كانه ثروه، يعني ثروه هيطلع منها حاجات مفيده جدا. بنحط شغلنا في مكتبات كبيره عباره عن النوت بتاعتنا والمستلزمات المكتبيه بكل اشكالها، اللي هو طقم مكتب مثلا، حاجات تتحط فيها الفايلات، فولدرات، يعني اشكال كل الاشكال. حتى لو في اشكال حد بيطلبها منا بشكل خاص او تتعمل، يعني بنعملها. اكتر من 10 سنين كنا بنصدر لألمانيا بشكل دوري، يمكن شحنه مثلا او شحنتين ممكن في السنه. المعرض بتاعنا في سفارتنا في الاردن كان حوالي 2010 او حاجه كده، فكان برضو هايل، وان هو تشرفنا بملكة رانيا وفي اميرات طبعا من طلبوا وعملوا اوردر مثلا بعديها من ورقنا. واحنا بيجي لنا القشه واي منتج او اي مخلف زراعي بيجي لنا ناشف، المفروض ان احنا بننقعه في الميه من يومين لثلاثه، بعد كده بناخده نحطه في ميه، نشغل عليه النار تقريبا من 4 لـ5 ساعات، بعد كده بناخده نغسله كويس جدا ونحطه في مطحنة بيتطحن تقريبا ساعة، بعدين نحطه في أحواض معاه شوية مية، وبعدين بالسكرينات بنبتدي واحدة واحدة ناخد الشكل اللي احنا عايزينه أو حجم الورق اللي احنا عايزينه ونبتدي نعمله سواء على الحيطة أو على الترابيزة. واحنا أولا الورق عندنا من أول حجم الـ A5 لحد متر في مترين. المنتجات عندنا تقريبا 150 منتج. انا عايزه حاجه تفيد الدوله بشكل كبير، ان هو ناسس مدارس للحرف اليدويه. ايه الجمال والحلاوه دي؟ فنانه حقيقيه بتفكر مش بس بفنها انها تستمتع بيه او تعمل حاجات حلوه لنفسها، لا دي بفكرت ازاي تخدم المجتمع على المستوى كمان. يمكن هي ما قالتوش على المستوى الشخصي، بس وصلني اخبار كده، عصفوره قالت لي ان ايناس بتحرص كل الحرص انها تتعامل مع حبايبي اللي عندهم سم وبكم وبتخليهم يشتغلوا في المصنع عندها. يمكن هي ما حبتش تقول المعلومه دي، بس انا حبيت اضيف انها كمان بتفكر ازاي تساعد الاخريات، بتعلمهم الحرفه، بتعلمهم ازاي يشتغلوا بيها عشان تنفعهم بعد كده. انا ما اعرفش تفاصيل كتير عن المهنه ديت او فكره تحويل قش الرز لورق، بس انا بتساءل ليه ما نعملش كده على طول؟ ليه ما يبقاش في مصانع كبيره بدل ما هو مصنع صغير كده؟ ليه ما يبقاش في مصانع كبيره بتعمل كده مع كل قش الرز؟ يعني ليه ما زلنا في عمليه حرق لقش الرز؟ يعني انا ما اعرفش الاجابه الحقيقه، انا بسال ليه ما بنفكرش دايما ان احنا نعيد تدوير كل حاجه، المخلفات الزراعيه حتى الورق دوت بعد ما نستخدمه ازاي نعيد تدويره مره اخرى، وبالتالي بندي للورق لقش الرز فرصه اخرى زي ما بندي لحياتنا كلها فرصه اخرى.